تغطية مستمرة معكم من استوديوهات الغد في القاهرة للانفجار الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الانفجار وقع في مرفأ بيروت وتسبب في عشرات الإصابات وفي خسائر مادية كبيرة للغاية في الممتلكات العامة والخاصة. لا عطرة يا عطرة البداية يا عطرة انفجار انفجار نووي الصورة التي تأتينا حية مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، كما نراها مشاهدينا الكرام، الدخان يتصاعد من كافة الأوجه، الانفجار واضح جدا أنه كان كبيرا للغاية، سيناريوهات عديدة ربما بدأت بالترجيح أن الانفجار وقع في محيط بيت الوسط بيت سعد الحريري في بيروت، ثم تلاه سيناريو آخر بأنه العنبر رقم 12 في مرفأ لبنان، وما ذكر أن الانفجار نجم عن حادث في مخزن للمفرقعات. ربما ليلى خليل تحاول تقريب المشهد لنا، وقالت منذ قليل أن العنبر ليس 12 ولكنه العنبر رقم 6 وهو متعلق بالشحن.